أنت أبو سيف المصري، أحد رجال الدولة الإسلامية، أحد جنود الله في الأرض. شكراً يا عمر على كل حاجة. أخت روح، محتاج محمولك وجواز سفرك أنت وسيف. المحمول وجوازات السفر. وشك وإيديك لازم يتغطوا، هتلاقي كل حاجة عندك في الكيس. مش عارف البس البتاع ده، مش عارف البس. حلو عليك.